ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المستشار الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة. سعادة المستشار، نرحب بسيادتكم، وبداية لماذا حرصتم على استعراض قضاء المحكمة في ضوء المستحدث في أحكام دستور 2014 وإشراك المواطنين في مسيرتكم الموقرة بهذا الشأن؟ مساء الخير على حضرتك، ورحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. حضرتك في البداية أنا عايز أوضح أن دستور 2014 صدر في 18 يناير 2014، يعني مر عليه 10 سنوات من التطبيق. الدستور ليس هو ما يكتب في الوثيقة فقط، ولكن ما يضفي عليه الحياة هو تطبيق هذا الدستور. اللي بيطبق الدستور هو المحكمة الدستورية العليا من خلال الطعون والفصل في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها. هذا الدستور تضمن العديد من المبادئ والحقوق التي خلت منها الدساتير السابقة، منها على سبيل المثال حق المواطنة، لما نص في المادة 3 منه على اعتبار مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. منه المادة 11 اتكلمت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والمادة 13 اللي اتكلمت عن حقوق العمال وحظر فصلهم تعسفيا، والمادة 14 اللي اتكلمت على ان المعيار الاساسي لتولي الوظائف العامة هو الكفاءة، المادة 16 اللي اتكلمت على تكريم الشهداء والمحاربين القدماء وازواجهم والالتزام بتوفير فرص عمل لهم، المادة 36 اللي اتكلمت على التزام الدولة بتوفير المناخ المناسب للاستثمار، المادة 38 اللي اتكلمت على ان فرض الضريبة على اساس العدالة الاجتماعية وتكون بصورة تصاعدية ومتعددة الشرائح، المادة 47 اللي اتكلمت على الحفاظ على الهوية الثقافية. انا مش عايز اعدد يعني مواد كثر، نعم، العديد العديد والعديد من النصوص الدستورية والمبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور 2014 خلت منها الدساتير السابقة. لما جينا المحكمة الدستورية على مدى 10 سنوات طبقت هذه المبادئ. لما طبقت هذه المبادئ بقى عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأحكام التي خطت تطبيقات دستورية جديدة ما كانتش موجودة قبل كده خلال السنوات السابقة. المحكمة على مدى العشر سنوات السابقة فصلت في 1459 دعوة. السيد المستشار رئيس المحكمة النهاردة استعرض 20 مادة خلال المؤتمر الصحفي عشان يبين للمصريين وفي الداخل وفي الخارج ان عندنا محكمة دستورية قوية بتضفي تحافظ على سيادة القانون وتحافظ على المواطنة وتحافظ على حقوق وحريات المواطنين. فحبينا نستعرض هذه المبادئ عشان نوصل رسالة للداخل والخارج بدور المحكمة الدستورية العليا في تقوية الدولة المصرية. هو كما ذكرت في بداية المداخلة سيادة المستشار أنه أهم من وضع الدساتير هو تطبيق هذه الدساتير، وخاصة إذا كان هناك مستحدثات كالمواد التي أشرت إليها. ونحن تابعنا معكم استعراض هذه الهيئة الموقرة لتاريخها المشرف من العمل خلال 10 سنوات في تطبيق هذه المواد وغيرها. الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.